يوم نتكلم يا جماعة الخير عن يلنجك، يعني المناطق الفخمة في مدينة طرابزون. عرضنا لهذا اليوم من شركة بروجي العقارية شقة في هذه المنطقة الراقية من أرقى مناطق مدينة طرابزون بهذه الإطلالة الرائعة. خلوكم معنا واستمتعوا بهذه الإطلالة. بعد ما استمتعنا يا جماعة الخير بهذه الإطلالة الرائعة من بلكونة الشقة الأمامية، إطلالة رائعة جدا على البحر وعلى الطبيعة، منطقة راقية، منطقة يلنجك زي ما هو معروف عند أغلبية الناس، منطقة هادية أيضا. المجمع عبارة عن بناية واحدة وصلها الغاز الطبيعي، موجود فيه وحدات جيدة من الوحدات السكنية، ألعاب الأطفال موجودة أيضا، جلسات عائلية، مسطحات خضراء. والشيء المميز أنه خط المواصلات على باب المجمع على طول، وما ننسى أيضا أنه قريب جدا من ساحل يلنجك المعروف وجواهر مول ومطار طرابزون. مساحة البلكونة يا جماعة الخير 3×3، ينقصها الزجاج الشرائح أساس نغطيها ونستمتع بإطلالة البلكونة. البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ. تعال نشوف الصالة. الصالة الرئيسية للشقة زي ما قلت أنها لها مدخل للبلكونة، صالة مساحتها 35 متر مربع جيدة، إطلالة الأمامية زي إطلالة البلكونة على البحر وعلى الطبيعة، أرضيتها باركيه، عندنا ديكورات سقفية مزودة بإنارة ليد، مساحتها ممتازة جدا، نقدر نأخذ راحتنا في توزيع الديكور أو الأثاث. وزي ما قلت انه في بدايه الفيديو انه المنطقه وصلها الغاز الطبيعي، يعني التدفئه والطبخ والمويه الحاره راح يكون عن طريق الغاز الطبيعي. نطلع من الصاله نشوف تفاصيل باقي الشقه. بعد ما شرحنا يا جماعه الخير الصاله والبلكونه، حاليا انا في الكوريدور خلفي مدخل الشقه على طول. شوفوا المساحه الواسعه للكوريدور، مترين ونص في تقريبا 6 أمتار، هذا كامل المدخل، ومزودة أيضا بديكورات سقفية بإنارة ليد. نقدر نحط في هذا المكان دولاب خاص بالأحذية والعبايات ونرتبه بأحلى ترتيب. عندنا مفاتيح الكهرباء، الكوريدور جالش على شكل L، توزيع الغرف جاي بهذا الشكل مع دورة المياه. مقابل المدخل على طول عندنا المطبخ. لو تلاحظوا المطبخ يا جماعة الخير، الشقة واسعة زي ما قلت 180 متر مربع لشقة 3 غرف وصالة، تعتبر مساحة جيدة وكبيرة. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، نوعيتها ممتازة. مكان عندنا غسالة الصحون، الثلاجة والفرن، والطباخ والشفاط، كل الأجهزة الكهربائية مرتبة بمكانها. والمساحة الكبيرة هذه نقدر نستغلها بطاولة سفرة جميلة ونستمتع بإطلالة البحر من المطبخ. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. طلعنا من المطبخ نكمل تفاصيل باقي الشقة. يميننا على طول عندنا دورة مياه أولى بنظام كلوزيت، مساحتها جيدة، مكان مخصص للمغسلة ومكان مخصص أيضا للكلوزيت. الأدوات الصحية اللي راكبة فيها والبلاط منسق بترتيب جيد. يسارنا هنا غرفة رقم 1. الغرفة الأولى مكانها ممتاز، مكان خاص
نقدر نحط هنا سرير مزدوج أو سريرين فردية، وإطلالة جاية إطلالة الطبيعة، التدفئة المركزية، أرضيات باركيه، مساحة الشقة إجمالاً ممتازة. نطلع من الغرفة الأولى نتوجه إلى الغرفة الثانية. الغرفة الثانية أيضاً مساحتها مقاربة للغرفة الأولى. نقدر نوزع توزيع الأسرة والدولاب بالشكل اللي نحبه، وإطلالة جاية إطلالة جانبية على الطبيعة وعلى المجمع الخلفي. بعد ما طلعنا من الغرفة الثانية، مقابلها عندنا دورة مياه الرئيسية التابعة للشقة ككل، المروش والكلوزيت والمكان خاص بغسالة الملابس، ومساحة دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة ككل مساحة ممتازة. غرفة النوم الرئيسية الماستر، شوفوا المساحة الكبيرة، حتى لو تلاحظوا مرتب في المكان هذا دولاب خاص نقدر نحطه في هذا المكان الجميل، فيصير داخل الجدار الدولاب. مكان السرير هنا، وعندنا غرفة تغيير الملابس في مكانها المخصص، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية، مروش مع الكلوزيت والمغسلة. الحاجة الجميلة في غرفة النوم الرئيسية أيضاً أنها إطلالتها جاية إطلالة البحر وعلى الطبيعة، فعلاً إطلالة رائعة جداً إطلالة غرفة الماستر. شوفوا الإطلالة الجميلة، يعني هذه الإطلالة كمان تدينا خصوصية أكثر بغرفة النوم الرئيسية. أغلبية الناس يحتاجوا أنه غرفة الماستر تكون بخصوصية تامة. وما ننسى أيضاً غرفة الماستر لها بلكونة خاصة فيها. تعالوا نشوف البلكونة. بلكونة غرفة النوم الرئيسية، كثير من الشقق يوم صورناها ما شفنا بلكونة غرفة النوم الرئيسية بهذا الحجم الكبير، يعني تقريبا مساحة بلكونة غرفة النوم الرئيسية زي البلكونة الأمامية. وهذه الإطلالة الرائعة اللي انتم شايفينها، إطلالة الطبيعة والبحر، وعندنا بنشوف المطار أيضا من هذه البلكونة الخلفية. فعلا إطلالة البلكونة الخلفية لها ميزة حلوة وجمال جدا رائع. نرتبها بهذا الترتيب الجميل، ونحط أجهزة التكييف ونقفلها، ونستمتع بالهواء العليل في هذه البلكونة الجميلة. بعد ما شرحنا الفيديو الكامل لهذه الشقة، أرجو كل الفيديو على إعجابكم. بعد ما شرحنا الشقة وموقع الشقة وإطلالتها الأمامية والخلفية الجميلة الرائعة في منطقة يلجك، أرجو أن الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا أيضا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انبسطوا بهذه الإطلالة الجميلة.